فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تعليق الأوراق التي فيها ذكر الله كلا إله إلا الله وغير ذلك، تعليقها على الأبواب والجدران والمحلات التجارية؟ لا تعلق، ما كان السلف يعملون هذا، ما كان السلف يعملون هذا، تعليق الأوراق على الجدران في المجالس، ما كان السلف يعني الآيات والأذكار، ما كان السلف يعملون هذا، إنما يعلمون الناس، يدرسون الناس. نعم.